عشان نعمل أول بروفة. هي الأعمال يعني تقريبا عربية شرقية معروفة، من ضمنها سماعيات واللونجا و... And with Sadiq, yes, with Sadiq together. for me also together. And for you. Okay. يعني انا يومي بيبدا من الصباح تقريبا بالموسيقى وينتهي بها. بنتي الكبيرة والوحيدة لحد اللحظة مريم، هسه عندنا كمان مولود جاي في الطريق. زوجتي هيلغا دانيوس، وهي طبعا الاسم بتاع الهولندي، ولانها استاذه بروفيسور في جامعه اللغه العربيه، فمدينا اسم عربي نسميناه هاله. Well, I've met Sadiq in the Music Academy of Dagen where we are colleagues in teaching. طيب انا صالح شيخ الدين جبريل، انا من عمان، من مواليد منطقة ريق الفولة، وانتقلنا الى عمان وانا صغير، اصله والدي من عمان، وبعيش هنا في بلجيكا في مدينة انتويرفن من سنة 1993. انا خريج المعهد، خرجت سنة 1990، و بعديها مشيت اسبانيا قعدت فيها من 91 لغايه 93، ومنها جيت لبلجيكا. في 99 عملت الماستر بتاعي، و بديت قبليها بشويه، قبل ما اخلص بديت ادرس في مدرسه اكاديميه، ادرس العود الشرقي، و بدرس الان في ثلاثه اكاديميات في انتويرفن هنا المدينة اللي انا ساكن فيها، وفي بروكسل العاصمة بتاعت بلجيكا، عاصمة اوروبا في الحقيقة، وبدرس كمان في مدينة اسمها غنت زي ما بيسموها بالفلامش. هنا الناس هنا بيتكلموا الفلامش او اللغة الهولندية زي ما معروف للناس، ولكن هي يعني بلجيكا ما عندها لغة واحدة، بلجيكا فيها ثلاثة لغات رسميات اللي هي الهولندي الفرنسي والالماني. انا عشت في دائما في اللغه المنطقه بتاعت اللغه الهولنديه، ولكن في نفس الوقت يعني عشت في بروكسل 5 سنين تقريبا، انا كنت بشتغل هناك، وعشت كمان في مدينه غانت نفسها. متزوج، عندي بنت عمرها 12 سنه مريم، هنشوفها بعد شويه تعزف لنا دور الرضا. و بعدين الان
مع زوجتي الثانية اللي متوقع لنا طفل في الطريق الدكتورة هيلغا دانيس البروفيسور في جامعة لوفن وهي أستاذة بتدرس اللغة العربية زي ما كده شفتوها برضو في معاي وشوفوها لنا ونحن بنسكن هنا في الشارع ده اشترينا بيت من تقريبا 5 سنين والحمد لله حياتنا يعني سعيدة وجميلة لكن طبعا الإحساس بفقد الناس والبعد من البلد والشوق الشوق الكثير الدائم اللي ما بيفارق الزول ويعني برضو كمان عدم الإحساس بأنه الواحد يشارك بشكل فعال في مجاله كموسيقي في مشاركة بالعزف بالتلحين بالتأليف بالتوزيع بغيره يعني هذه بتخلي انه يكون في احساس بتاع حسن ويا ريت ربنا يجمع غربتنا وغربة كل المغتربين يا رب. انا افتكر بانه يعني الواحد بيغترب ممكن يكون في بلده مغترب هو انه مغترب جاء من الغربه يعني فانا بحاول انه بقدر الامكان اكون مرتبط بالبلد مرتبط بالحركه الموسيقيه وغيره حتى عبر السيديهات عبر التسجيلات الجديده عبر يعني كل الفعاليات الموسيقيه المختلفه اللي تحصل عن السودان او حوله او ليه انا بحاول دائما اتابعها عبر يعني كمان هسه الفتره الاخيره اصبح النت والانترنت والويب سايتس واليوتيوبس فصراحه يعني احساس بغربه موسيقيه ما اظن فيه لكن في تجارب جديده واضافات جديده ومختلفه وارجو الناس يتقبلوها. انا اسف طبعا في الفتره الاخيره دي بالتحديد قبل سنتين مشيت السودان لحنت لي عملين لواحد لماهر حسن السير مسرحية والثاني لعوض شكسبير برضو لشغل مسرحية لكن نشاط قوي كده يربطني بالسودان وبالموسيقيين هناك وبروفات وغيره في اللحظة الوقت الحالي ده شايف انه فيه صعوبة ظروف الشغل ظروف يعني انك تكون بعيد وكده ان كان الان انا عندي ترتيب مع بعض الناس في السودان من ضمنهم شركة دال احتمال كبير جدا يكون في ترتيب لكونسرتات هناك مع الفرق اللي انا بتعامل معاها هنا بس اذا كان المثل عن الموسيقى السودانية بصراحة أنا بعيدة شوية منها باعتبار أنه المصر بتاعي ذاته كان في الشرقي الموسيقى الشرقية باعتبار أنه تدريسي للعود تدريس يعني لموسيقى شرقية خالصة وإن كان بحاول أحيانا أجرب معاهم بعض المقطوعات السودانية والخماسيات وغيره ولكن ما بالكثافة وبالشكل المطلوب. أنا طبعا في الفترة الأخيرة لظروف كثيرة ملت لأنه أكون أكثر أكاديمية وتدريس وغيره ولكن هو خيار كان مؤقت لأنه كانت في ظروف محددة يعني خاصة اضطريت أنه شوية أتوقف عن النشاط بتاع الحفلات وغيره ولكن الآن أنا عدت من تقريبا من سنة وبرتب في شغل جديد تحسي من ضمن الحياة الجديدة بحاول أعملها هي مؤلفات خاصة بصراحة المؤلفات الخاصة هي غير سودانية بس أنا سوداني يعني حيكون بأي شكل من الأشكال في حاجة موجودة هناك فيها طعم سوداني في المؤلفات بتاعتي وغيرها وبكل تأكيد لكن أنا مركت من الإطار الخماسية أنا ما أقول ضيقة لكن الخماسية شوية بيربطك في محلة يعني محدودة فهي دي يعني إشكالية عايزة حل أنا بحاول بنفس المستوى بالمناسبة
بصوره او باخرى انه يعني اقدم معالجات لبعض الاعمال بشكل جديد وتكون في جوا قالب زي ممكن تسميه زي الجاز يعني زي مقطوعة بتاع الجاز تعتمد اساسا على الارتجال وفيها شويه حريه لحد ما وحريه للموسيقى يعني عشان نتحرك.